توكل على الله. بصير طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، برحب بكم في هذا اللقاء الثالث، والذي يعني بعنوان Classification of Medically Important Viruses. وهذا اللقاء أتى بعد محاضرتين، اللي الأولى كانت عبارة عن مقدمة للفيروسات وتركيب الفيروسات، ثم كانت المحاضرة الثانية حول الريبليكيشن أو تكاثر الفيروسات. طبعا محاضرة اليوم لما بنقول كلاسيفيكيشن غالبا هي محاضرة جافة، لأنه فيهاش كثير فهم، وإنما هي كثير من المعلومات. لكن هذه المعلومات هي من الضروريات لأي إنسان يعمل في مجال الفيروسات أو في مجال تشخيص الفيروسات، وبالتالي هي اعتبروها مراجعة للفيروسات بشكل عام. بيتم تصنيف الفيروسات تصنيفات كثيرة الحقيقة، والتصنيف اليوم اللي احنا بنتكلم عنه هو تصنيف بنسميه احنا practical. practical يعني لأغراض عملية، وهنا ركزنا فقط على الفيروسات التي لها أهمية طبية. والتصنيف لهذه الفيروسات بيعتمد على عاملين رئيسيين، على الكيميكال ستراكشر وعلى المورفولوجيكال كريتيريا، يعني معايير متعلقة بالشكل ومعايير متعلقة بالتركيب الكيميائي. وهنا يقصد التركيب الكيميائي للنوكليك اسيد، المادة الوراثية، هل هي دي ان اي ولا ار ان اي، هل هي سمول سايز ولا لارج سايز. الشكل ذكرنا الكبسيد اللي هي الحجم تبعها، احنا كنا شفنا فيروس طويل وفيروس قصير، فيروس ضخم وفيروس ايضا صغير، فالحجم للفيروس مهم. وايضا السيمتري، تحدثنا عن اللي هي الايكوزاهيدرال وعن الهيليكال وعن الكومبلكس سيمتري، وايضا كمان تحدثنا عن وجود انفلوب ونون انفلوب. فصرنا نقول احنا دي ان اي انفلوب فيروسز ودي ان اي نون انفلوب فيروسز، وكذلك الامر بالنسبه للار ان اي، ار ان اي انفلوب فيروسز وار ان اي نون انفلوب فيروسز. وداخل هذا التصنيف نتحدث عن الحجوم، هل هي فيروسات كبيره ام صغيره، وهل هي هيليكال ام ايكوزاهيدرال ام كومبلكس. اذا الكلاسيفيكيشن اللي بنتكلم عنه هو عباره عن كومبينيشن ما بين كل هذه الاشياء اللي احنا ذكرناها في هذه اللوحه. نبدا بالمجموعه يعني الاسهل اللي هي الدي ان اي فيروسز. بدي اذكركم يعني معظمكم درس بكتيريولوجي اكثر من فيرولوجي في تخصصاتكم، واذكركم بانه احنا كنا نقول جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، وكنا نقول باسيلاي وكوكساي. كذلك الامر بالنسبه للفيروسات، بدل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بنقول دي ان اي فيروسز وبنقول ار ان اي فيروسز. اذا الان امامنا مجموعه من الدي ان اي فيروسز، بدنا نحاول نطلع على اهم الاسماء وعلى اهم الخصائص لهذه الاسماء مره اخرى في محاوله للالمام بكل الفيروسات الطبيه اللي ممكن تواجهنا او يتطلب منا تشخيص لهذه الفيروسات. البارفو فيروس، بابوفا فيروس. بروفيسور عبد الرؤوف، الصوره اللي ظاهره قدامنا هي الشريحه الاولى فقط، فيرولوجي ات جلانس. اعتذر، خلينا اعمل شير، انا خاطئ. هاي الماوس الان بتحرك. تغيرت الشاشه؟ لا لا. طيب ظهر شريحة أخرى. صحيح، classification of DNA virus. تمام. هذه اللي حكيناها قبل قليل، اللي هي إنه التصنيف بيتم بناء على الكيميكال نيتشر والمورفولوجيكال كاركترستكس، وحكينا عن النوكليك أسيد والكبسيد سايز وسيمتري والانفلوب أو عدم وجود الانفلوب، وبدأنا بالclassification of DNA virus. مرة أخرى نقرأ الأسماء: بارفو فيروس، بابوفا فيروس، أدينو فيروس، هيبادنا فيروس، هيربس فيروسز، وبوكس فيروس. نلاحظ انه في اول ثلاثه اللي هم البارفو فيروس والبابوفا والادينو، they are not enveloped، يعني naked viruses no envelope، بينما الهيبادنا والهيربس فيروس والبوكس فيروس
all of them are envelope. إذا أول تصنيف بعد كلمة DNA هو enveloped أو non-enveloped. فأول ثلاثة بنسميهم non-enveloped DNA viruses، والثلاثة الباقيين بنسميهم DNA enveloped virus. بالنسبة للكبسيد سيمتري كلهم إيكوزاهيدرال، يعني هذا بسهل علينا العملية لما نتكلم عن DNA viruses إنه كلهم إيكوزاهيدرال ما عدا البوكس فيروس إله كومبلكس سيمتري. طبعا بالنسبة للستركشر تبع DNA في أن البارفو فيروس هو الوحيد اللي قلنا عنه سينجل ستراندد DNA والباقي دوبل ستراندد. طبعا الدوبل ستراندد في منهم سيركولر، في منهم سوبر كويل يعني ملتف بشكل كثيف، وأيضا في أن incomplete circular زي الهبادنا فيروس. ويمكن المحاضرة السابقة تحدثنا عن الهيباتيتس بي اللي هو بينتمي للهبادنا فيروس، وقلنا بيحتاج إلى reverse transcriptase لأنه بالفعل هذا الفيروس في قطعة بتكون ممتدة وسنجل استراند. عندنا الهيربيز فيروس دوبل ستراندد لينير، وعندنا البوكس فيروس دوبل ستراندد ايضا لينير. ناخذ امثله على العائلات اللي هي الفيروس فاميليز. الباربو فيروس البي 19 فيروس، وطبعا حيمر معنا كمان شويه عن كل فيروس من هذه الفيروسات ملخص صغير. مشهور البي 19 فيروس بحاله بسموها سلاب تشيك سيندروم او الخد المصفوع، بيكون الطفل المصاب، لانه هذا بالاساس بيصيب الاطفال، الطفل المصاب بهذا الفيروس بيكون في عنده راش منتشر في جسمه، لكن اكثر ما يكون بيكون على خدود الطفل، فيبدو الطفل وكانه مضروب كف او يعني مصفوع بشكل باليد عفوا. البابو فيروس فيه منها مجموعه فيروسات، لكن اهمها بالنسبه لنا البابيلوما فيروس، والبابيلوما فيروس هي اللي بتسبب الثقاليل، وطبعا في منها سلالات بتسبب سرطان للإنسان. والبابيلوما فيروس الفاكسين الموجه ضدها يعتبر واحد من الفاكسينز التي يتغنى بها العالم بأنها فاكسينز موجهة للكانسر. الأدينو فيروس طبعا مجموعة كبيرة من الفيروسات، أكثر من 40 سلالة، في منها بسبب ريسبيراتوري، في منها بسبب فارنجايتس، منها بسبب جاسترواينترايتس أيضا، يعني أنواع مختلفة من السلالات بتسبب أنواع مختلفة من الأمراض. الهربس فيروس طبعا كلكم بتعرفوا مجموعة كبيرة منها، هربس سيمبلكس تايب 1 وتايب 2، فاريسيلا زوستر فيروس، سيتوميغالو فيروس، إبشتين بار فيروس، وعندنا كمان الكابوس ساركوما فيروس، يعني في مجموعة كبيرة من الفيروسات بتنتمي للهربس فيروس. والبوكس فيروس طبعا البوكس فيروس هو ايضا الفيروس الذي يفتخر العالم بانه استطاع القضاء عليه تماما من وجه الارض. سنة 1979 كان هناك اخر حالة طبيعية مسجلة من المرض، حالة لمريض من الصومال الشقيق، وبعد ذلك لم يسجل اي حالة اخرى، فبالتالي هذا المرض تم القضاء عليه تماما. مرة اخرى السمول بوكس هو الجدري وليس الجديري او جدر الماء او جدر الدجاج، اللي احنا بنسميه فاريسيلا زوستر فيروس. الفاريسيلا زوستر فيروس بيسبب مرض احنا بنعرفه، ممكن معظمنا في الوطن العربي اصيب فيه في الطفوله، وهو جديري وليس جدري. تمام، الجدري اللي اتحدث عنه تم القضاء عليه، ويمكن من ثمانينيات القرن الماضي لم يعد البشر ياخذوا تطعيم اصلا ضد هذا السمول بوكس. انا شخصيا مطعم ضد هذا الفاكسين، اللي عمرهم من يعني يمكن الآن من 52 فما فوق بيكون طعمه لهذا الفاكسين. في مرة من المرات كان عندي مهارة في استخدام بعض البرامج الحاسوب، فحاولت أعمل يعني تصنيف يسهل عملية الحفظ، مش عارف هل نجحت في ذلك ام لا، لكن ننظر مع بعض. الدي ان اي فيروسز نقسمها الى انفلوبد ونون انفلوبد، وطبعا نون انفلوبد بنعبر عنها باصطلاح اخر اللي هو النيكد اللي هي العاريه. الانفلوبد في منها طبعا هي كلها دوبل ستراندد دي ان اي، لكن في منها ايكوزاهيدرال وفي منها كومبلكس. الايكوزاهيدرال الهربس فيروس والهيبادنا فيروس، والكومبلكس هو البوكس فيروس، بينما النيكد في منها سنجل ستراند وفي منها دوبل ستراند، والسنجل ستراند الوحيد
هو البارفو فيروس والدوبل ستراند في عندنا الادينو فيروس والبابوفا فيروس. هذه لوحه يمكن يعني طباعتها وضعها امامنا للمراجعه، او في المختبر ممكن تساعدنا في التعرف او في استذكار عفوا اللي هو الدي ان اي فيروس. نبدا ببعض التفاصيل عن الفيروسات. البارفو فيروس واحد من اصغر الفيروسات، حوالي 22 نانومتر ان ديامتر، يعني صغير جدا بالفعل. نيكد، ملوش انفلوب، ايكوزا هيدرال، وبيحتوي على سنجل ستراندد دي ان اي. وهناك نوعان من هذا او الفيروس او شكلان، شكل بسموه ديفكتيف بارفو فيروس. اظن كلمه ديفكتيف اصبحت فاميليار بالنسبه لنا، اللي حضر معنا المحاضره الاولى بيعرف انه الديفكتيف فيروس هي الفيروسات اللي تحتاج هيلبر فيروس عشان تتكاثر، يعني بمفردها تكون غير قادرة على التكاثر. والدعاء ذلك انه اصلا اسم السلالة ادينو اسوشيتد فيروس، يعني فيروس مصاحب لادينو فيروس. يعني الهيلبر فيروس في هذه الحالة هو مين؟ الادينو فيروس. طبعا هذا او هذا النوع من البارفو فيروسز لم يثبت انه بيسبب اي مرض للانسان، والان العلماء يعكفون على استخدام هذا النوع من الفيروسات في الجين ثيرابي لنقل الجينات الى الخلايا. طبعا الشيء الاتراكتيف في هذا الفيروس واللي خلاهم يفكروا في استخدامه كجين ثيرابي فيكتور هو انه نون باثوجين كما ذكرنا، ما فيش شيء بيعملش مرض للانسان. رقم اثنين، عنده وايد رينج اوف تيشو تروبيزم، يعني بيصيب كثير من الخلايا والأنسجة في الجسم، بمعنى آخر إنه ما فيش عوائق لدخوله إلى الخلايا. وإحنا في الجين ثيرابي أصلاً الفكرة تبعتنا إنه ندخل الجين إلى الخلايا، فكان هو يعني خلينا نقول من المرشحين الجيدين لهذا الأمر. النوع الثاني من الديفكتيف من البارفو فيروس هو النون ديفكتيف. والنون ديفكتيف انا ذكرته قبل قليل، انظروا الى صوره هذا الطفل اللي هو صوره تعبيريه، بنلاقي الخد اللي عنده احمر بشكل لافت للنظر وكانه بالفعل مصفوع يعني بكف، وكذلك الامر بالنسبه لهذا الطفل بالاضافه الى الراش. كان في يوم من الايام يسموا هذا المرض المرض الخامس، وسمي المرض الخامس لانه بيعمل راش، وهذا الراش مختلف عن اربع امراض كانت موجوده ومعروفه للانسان بتعمل راش، فمؤقتا سموه المرض الخامس. بعدين طبعا لما اتعرفوا على الفيروس صرنا نتكلم عنه انه هو اريثريميا انفكشوزم اللي هي سلاب تشيك سيندروم اللي ذكرناها قبل قليل. كثير ممكن يخلطوا بينه وبين اللي هو الروبيلا او الحصبة الالمانية، فبالتالي كلينيكالي لابد انه نميزهم، ومخبريا لابد انه نميزهم. الفيروس الثاني في السلسلة اللي هو البابوفا فيروس، وأنا علمت على المصطلح بابوفا لأنه هو عبارة عن أكرونيم يعني اختصار لثلاث كلمات، بابيلوما بوليوما وسيميان فاكيوليتينج فيروس. إذا بتلاحظوا معي بالماوس الأكرونيم عبارة عن أول حرفين من ثلاث أنواع من الفيروسات، بابيلوما بوليوما وسيميان فاكيوليتينج فيروس، إذا بابوفا فيروس. طبعا من ضمن المجموعة في عنا جي سي فيروس وبي كي فيروس، وآخر واحد فيهم هو الأهم على الإطلاق اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس اللي ذكرت قبل قليل إنه بيسبب الثأليل أو الوارتس بالإضافة إلى البينايل والسيرفكس كانسر، وتم إنتاج لقاح ضد بعض السلالات التي تسبب الكانسر ويعطى للفتيات من عمر 11 إلى 24 سنة في أوروبا وأمريكا، وهذه السن هي اللي بيبدأ فيها اللي هو النشاط الجنسي اللي ممكن ينقل سلالات مسببة للكانسر بين الذكور والإناث. الأدينو فيروس يمكن هذا الشكل المميز، أول ما بنشوف إحنا هذا الصورة اللي هي عبارة عن نيكد فيروس ما فيش انفلوب، لكن في عندي سبايكس، والسبايكس طالعه من الزوايا، زوايا التقاء المثلثات. اذا تتذكروا لما تكلمنا عن العشرون الوجوه قلنا 20 تريانجل، تريانجل يعني مثلث، ففي مناطق التقاء المثلثات
بيخرج منها اللي هو الفايبر لايك ستراكشرز هذه، اللي هي لما اصلا فصلوها عن الفيروس واستخدموها لحالها بدون الفيروس لقوها توكسيك لكثير من الخلايا، يعني بتعمل نوع من التوكس. الادينو فيروس عباره عن نيكد ايكوزا هيدرال، السايز تبعها يعني نوعا ما كبير، متوسط الحجم 75 نانومتر ان دايمتر، دبل ستراندد لينير دي ان اي، حوالي اكثر من 40 انتيجينيك تايب، بمعنى اخر السيرو تايبس تبعتها مختلفه، البعض منها بسبب سرطانات في الحيوانات لكن ليس في الانسان، يعني لم يثبت انه الادينو فيروس بتسبب اي كانسر في الانسان، لكن مثبت انها بتسبب كانسر او ساركومز في فئران التجارب at the site of injection، يعني لو حقنا فأر بمحلول بيحتوي على الادينو فيروس مكان الحقن ممكن يصير فيه كانسر. They may cause pharyngitis يعني التهاب لوز، وكثير من التهابات اللوز اللي بسبب الادينو فيروس يظن انها ستريبتوكوكس بايوجينز وتعطى انتيبيوتيك بدون داعي، وهذا يعني مدعاه الى انه يكون في عندنا في المستقبل طريقه للتمييز ما بين الفيرال وما بين البكتيريال انفكشن، واعتقد انه في جائزه معلنه لم يحصل عليها احد حتى هذه اللحظه، طريقه يعني ابداع طريقه سريعه للتمييز ما بين الفيرال وما بين البكتيريال انفكشن في الابر ريسبيراتوري تراك، والسبب الجائزه هو ضمن الجهود المبذوله لتقليل استخدام المضادات الحيويه في العالم، لانه الفيروسز كما ذكرنا سابقا ردا على سؤال احد زميلاتكم انه الفيروسز لا تستجيب للمضادات الحيويه، وبالتالي ما في داعي انه نعطي انتي فيروس. اذا فارنجايتس ابر اند لور ريسبيراتوري تراك ديزيز، ممكن تعمل جاسترو انتيرايتس اللي هي ايضا دياري. الهيبادما فيروس عباره عن دبل شيلد، عفوا دبل شيلد يعني الكبسيد مزدوجه، كبسيد مزدوجه، وهذا اصلا الهيباتايتس بي او الهيبادما فيروس من الغرائب، بتنتج ترو فيروس وبتنتج بارتكلز مكونه فقط من سيرفيس انتيجين، السايز تبعها حوالي 42 نانومتر ان دايمتر، برضه ايكوزا هيدرا الكبسيد والها ايضا انفلوب، وذكرنا ان الماده الوراثيه غريبه شويه دبل ستراندد لكن انكمبليت، في منطقه من الدبل ستراند بتكون سنجل ستراند، تقريبا حوالي 25% من طول الماده الوراثيه بتكون سنجل ستراند. اشهر مثال او المثال الوحيد اصلا على هيبادنا فيروسز اللي هي الهيباتيتس بي فيروس وبتصيب الانسان. الهربس فيروس مجموعة كبيرة من الفيروسات المهمة والتي يعني يجب أن نتعرف عليها بشكل جيد. هذه الفيروسات عبارة عن انفلوبد فيروسز، السايز تبعها برضو ميديوم 100 نانومتر ان دايمتر، ايكوزا هيدرال نوكليوكابسيد، وفيها دبل ستراندد لينير دي ان اي، ولاول مره بنتكلم عن ليتنت انفكشن، نحط تحتها 3000 خط لانه الهربس فيروس وليتنت انفكشن في ارتباط وثيق بين الاثنين. مين بيعرف شخص اصيب بجدري اللي هو الجدري اللي قلنا عنه تشيكن بوكس اللي هو الفاريسيلا، وبعد 50 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه ولا 20 سنه اصيب بالحزام الناري، الحزام الناري اللي هو بنسميه احنا زوستر. الحقيقه انه الجدري اللي بننصاب فيه وبنشفى منه لا يعني انه الفيروس اختفى من الجسم، الفيروس الان مختبئ في نيرفز بشكل ليتنت كومون، وعندما تسنح له الفرصه، وكلمه تسنح له الفرصه عندما يضعف جهاز المناعه بسبب كبر السن او بسبب او اي لاي سبب اخر بينشط مره اخرى. اذا الفاريسيلا والزوستر هم مرضين بسببهم فيروس واحد، مره واحد في الصغر واحد في الكبر، والاثنين هم نفس الفيروس لكنه موجود في الجسم ولا يختفي من الجسم الا باختفاء الجسم، يعني بضلهم مصاحبين معنا الى القبر.
اذا اصبنا بهربس سيمبلكس تايب 1 او سيمبلكس تايب 2 او باريسيلا زوستر او سي ان في او ايبشتين بار فيروس، غالبا هذه الفيروسات ستبقى معنا الى الابد. اعطيكم مثال ثاني يمكن البعض يكون هو مصاب فيه هو لا يعلم. كثير منا بعد الانفلونزا او بعد يعني مرض بيكون فيه حراره بيطلع لنا حم على الشفاه وبيظهر لمده 3 أو 4 أيام وبعدين بيختفي. هذا غالبا هو هيربس سيمبلكس تايب 1. مره اخرى هو انت بتشفى من السيمبتومز لكن لا تشفى من الفيروس، الفيروس يبقى مختبئا، وهذا وهنا ما نقصده بكلمه ليتنت انفكشن، وفي ارتباط وثيق بين الهيربس فيروسز وبين الليتنت انفكشن. مره ثانيه من الاسماء المشهوره هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1، وهذا بيسبب امراض اعلى الخصر، والهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2 اسفل الخصر للدلاله على انه بينتقل عن طريق الجنس اللي هو الهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2. الباريسيلا زوستر فيروس بينتقل عبر الجهاز التنفسي او عبر الاتصال المباشر مع المصابين. السي ان في برضه ريسبيراتوري، والابشتين بار فيروس ايضا ريسبيراتوري ويسبب حاله اسمها انفكشس مونو نوكليوسس. اذا سي ان في، اي بي في اللي هي الابشتين بار فيروس، في زد في اللي هي الباريسيلا زوستر فيروس، والاتش اس في 1 واتش اس في 2 اللي هي الهيومن هيربس او هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وتايب. ايضا محاوله لترتيب الافكار حول الهربس فيروسز، انا ذكرت يعني مجموعه من الصفات الكومن كاركترستكس، هي شكلا تحت الالكترون مايكروسكوب ار اندستينجوشابل غالبا، يعني صعب جدا تحت الالكترون مايكروسكوب انه حدا يقول هذا هربس سيمبلكس تايب 1 ولا تايب 2. والتمييز بيتم بطريقتين، بيتم اما عن طريق الانتيجينيك ديتكشن، الانتيجين ديتكشن، او عن طريق الماده الوراثيه يعني عن طريق البي سي ار او تقنيات الوراثيه. سيميلرلي او سيميلر ستراكشر ايكوزاهيدرال كور انفلوبد نوكليير ممبرين، وهي الفيروسات الوحيده اللي قلنا بتاخذ الممبرين تبعها من النوكليوس وليس من السيتوبلازم، يعني كل الانفلوبد فيروسز بتاخذ السيل بتاخذ الانفلوب من السيل ممبرين الا الهربس فيروس بياخذه من النوكليير ممبرين. They are considered large viruses بعتبروها انها في الترتيب رقم 2 بعد اللي هو البوكس فيروس. التكاثر تبعها بيتم في النوكليوس وبتعمل latent infection، وزي ما ذكرت في عندنا الهربس سيمبلكس تايب 1 وسيمبلكس تايب 2 باريسيلا زوستر، كل واحد كم يعني من الديزيز اللي بيعملها هذا او هذا الفيروس. الانفكشس مونونوكليوسس بس عشان للتذكير فيه هو عباره عن زياده في المونونوكليار وايت بلاد سيل، وعندنا بنقدر في البلاد سمير نشوف اتيبيكال ليمفوسايتس، وبيكون عند المريض جنرالايزد ليمفو ادينوباثي يعني اعتلالات في الليمف نود في معظم انحاء الجسم، ممكن يكون في تضخم ايضا في السبلين، وبعض الاحيان ممكن يكون في هيباتو ميجالي يعني تضخم في الكبد، وبيصيب بمعنى اخر انه ممكن يصيب اللي هو الكبد. الان لو جينا اطلعنا على اللي هو السيتوميجالو فيروس والابشتين بار فيروس، الاثنين بيعملوا مونو نوكليوسس، لكن ولا واحد مره صنفناهم على انهم هيباتايتس فيروس. ولاحظوا في اللوحه هذه انا قلت بيعملوا هيباتايتس، اذا كيف هم بيعملوا الهيباتايتس وبنصنفهمش من الهيباتايتس فيروس؟ الهيباتايتس فيروس يا جماعه هم مجموعه ليس لهم علاقه تصنيفيه ببعضهم البعض، العلاقه اللي تجمعهم مع بعض هم انه التارجت الرئيسي لهم هو الليفر، بمعنى انه ما بيصيبوش اعضاء اخرى الا الليفر، لكن في فيروسات زي الابشتين بار فيروس والسيتوميجالو فيروس بسبب امراض كثيره واحد منهم الليفر، يعني مش their main target هو الليفر. الفيروس السادس في السلسله هو البوكس فيروس، هذا اللي قلنا عنه يا جماعه المرض اللي تم القضاء عليه، اظن هذه الصوره لم نعد نراها يعني الان تماما،
حتى الجديري اللي بننصاف فيه ليس بهذا الشكل. وانا دائما بحط صور في العروض اللي انا بحطها، بحط صور يعني لطيفة مش صور صعبة. اللي حاب يطلع ويشوف كيف السمول بوكس بيشنت الحقيقيين والكومون، هيطلع هيلاقي صور صعبة للغاية. الفيروس كما ذكرت شكله انا كومبلكس، وبالتالي يعني وهو يعتبر اللارجست اوف اول فيروس من ناحيه اللي هو الحجم، وليس اللونجست، ليس الاطول، وانما هو الاضخم، وبيشبه البلوك او الطوب اللي بنبني فيه. الانفلوب غالبا له يعني شكل غريب مش زي اشكال الانفلوبس اللي بنعرفها، والكابسيت سيمتري قلنا عنه كومبلكس، سموه سمول بوكس لانه بيعمل بوكس. البوكس هذه هي الليجنز اللي بيسببها في جلد الانسان. طبعا السمول بوكس فيروس هو الفيروس الصعب للغايه، وهذا الفيروس استخدم في الحرب البيولوجيه من قبل البريطان لما غزوا امريكا، فاستخدموا البطاطين اللي هي الحرمات او الاغطيه، اعطوها هدايا للسكان المحليين. هذه الاغطيه والبطاطين كانت عباره عن بطاطين او اغطيه محتويه على الفيروس، ولانه الهنود الحمر لم يكن هذا المرض موجود اصلا لديهم، فليس لديهم مناعه البته، فعندما اصاب هؤلاء الناس قضى على نسبه كبيره من سكان امريكا الاصليين اللي هم ما يعرفون بالهنود الحمر من خلال قتلهم باستخدام السمول بوكس. طبعا احنا الفاكسين اللي احنا بنقول عنه فاكسين، الاسم الخاص به مشتق من فاكسينيا فيروس. الفاكسينيا فيروس هو الفيروس اللي بيصيب الابقار، بيعمل جدر الابقار، انتم تسمعوا الان في جدر القرود منتشر في العالم بين المثليين اسمه جدري القرود اللي هي المونكيز يعني مونكي بوكس، وفي عندنا كاو بوكس، وفي عندنا السمول بوكس تبع الانسان. فكلمه فاكسينيشن ماخوذه من مصطلح فاكسينيا فيروس. كيف اجت العمليه؟ ادوارد جينر العالم المشهور لاحظ ملاحظه ان السيدات اللواتي يقمن بحلب الابقار يصبن بشكل لطيف خفيف مايلد من الجدري، ولا يصبن بالجدري الصعب. فقال يبقى اكيد هذول السيدات بياخذوا الفيروس وبصير عندهم نوع من الحمايه ضد اللي هو السمول بوكس. فاستخدموا الفاكسينيا فيروس في تلقيح الاطفال وتجهيزهم للاصابه بالسمول بوكس، وبالفعل نجحوا في منع السمول بوكس. فاصبح العمليه تسمى فاكسينيشن، يعني لو احنا بدنا نترجمها باللغه العربيه يا جماعه حتكون كلمه مخجله. يعني أين ذهبت؟ ذهبت للتبقر، تبقر يعني الحصول على اللقاح الخاص به اللي هو فيروس جدري الأبقار. فلذلك احنا بنفضل نستخدم مصطلح immunization وليس اللي هو الفاكسينيشن كمصطلح يعني أكثر إنساني. طيب أنا بدي آخذ بس بريك 3 دقائق، بدي أرد على التليفون وبرجع لكم إن شاء الله، اعذرونا أقل من دقيقتين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
عدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله سويا. الآن ننتقل إلى مجموعة أخرى اللي هي الـ RNA viruses، والـ RNA viruses أيضا كان في محاولة أنه نحاول نسهل عملية التصنيف الخاص بها. اتفقنا أنه الـ RNA أصلا هو single stranded، لكن في استثناء واحد كان double stranded اللي هو الريو فيروس. طبعا عشان احنا قلنا من المهم جدا نعرف أنه إله كابس، إله envelope ولا ملوش envelope، فألصقنا بصفة أنه naked دبل ستراندد ار ان اي اللي هي الريو فيروس. وهنعرف كمان شويه ليش سميناها اصلا ريو فيروس. باقي الار ان اي فيروس هي عباره عن سنجل ستراندد، في منها نيجاتيف سنس وفي منها بوزيتيف سنس، واعتقد انه الان صرنا عارفين ايش يعني نيجاتيف سنس وبوزيتيف سنس. البوزيتيف سنس هو اللي الار ان اي بيكون جاهز انه يكون تمبلت للترانسليشن يعني كام ار ان اي، بينما النيجاتيف سنس محتاج الى كومبلمنتاري ستراند عشان نحول الى بوستر ستراند اننا يعني نعمل له ترانسليشن. النيجاتيف سنس ممكن يكون نون سيجمنتد وممكن يكون سيجمنتد. النون سيجمنتد في عندنا الفيلو فيروسز، وطبعا الفيلو فيروسز اللي هي الخيطيه، مره اخرى فيلو معناها خيطي، فيلو بمعنى اخر رفيعه. الباراميوكسي فيروس، وكلمه باراميوكسي فيروس واورثوميوكسي فيروس مروا معنا المحاضره السابقه، اورثو وبارا. الأورثو والبارا مصطلحين بيتكلموا عن لوكيشنز في الكيمستري، لكن احنا هنا بنستخدمهم فقط للتفريق ما بين نوعين من الفيروسات. الاثنين لهم افينيتي عاليه للميوكس ميمبرين، بيحبوا الميوكس، عشان سميناهم ميوكسو فيروسز يعني محبين للميوكس، لكن هم مختلفين تماما في التركيب، وبالتالي اعطينا اسم بارا واعطينا اسم اورثو. اورثو اللي فيها الانفلونزا سواء كانت A أو B أو C، بينما الباراميوكسي فيروس مجموعة كبيرة حقيقة من الفيروسات والفيروسات الخطيرة أيضا. الرابدو فيروس اللي بتذكروا المحاضرة السابقة أيضا مر معنا، تحدثنا عن الريبز فيروس اللي بيسبب داء الكلب أو الصعاب. البوستيف سنس في من عندنا ناكد وعندنا اللي هو انفلوب، والناكد الوحيد اللي عندنا في البوستيف سنس وبيمتلك إيكوزا هيدرال هو الأسترو فيروس، الكاليسي فيروس، والبيكورنا فيروس، والثلاثة اتذكروا إن هدول بيسببوا إسهال أو غاسترو انتراكتس. تذكروا إنها ناكد، قلنا لكم مفيش انفلوب بيعمل دياريا، مفيش انفلوب بيعمل غاسترو انتراكتس، تمام؟ إذا لابد إنه يكون ناكد. إذا أصلا عندنا معرفة مسبقة بإنه الفيروس بيعمل gastroenteritis، اعرف انه هذا الفيروس هو naked virus. البوستيف سنس انفلوبد فيما عندنا هيليكال الكورونا فيروس، وفي عندنا ايكوزاهيدرال زي الفلافي فيروس والتوغا فيروس. مين بتذكر في اول محاضره تحدثنا عن انه كل الهيليكال فيروسز اللي بتصيب الانسان كلها انفلوبد، كانت تعميم بالنسبة لنا. أي فيروس هيليكال وبيعمل مرض للإنسان فهو بالتأكيد لازم يكون انفلوبد. أمر عليهم مرور سريع على الأسماء المعلقة باللون مش عارف بنفسجي هذا: فيلو فيروس، باراميوكسي فيروس، رابدو فيروس، أرينا فيروسز، بانيا فيروسز، أورثوميوكسي فيروسز. هنا أستروفيروسز، كاليسي فيروسز، بيكورنا فيروس. وأعتقد كلمة بيكورنا، بيكو معناها small، رنا يعني RNA، بيكورنا فيروس. فلافي فيروس، تميزوا بين كلمة فيلو وفلافي. فيلو معناها خيطي، فلافي معناها أصفر. أصفر يعني الفيروسات اللي ضمن هذه المجموعة بتعمل خلينا نقول يرقان في الإنسان اللي احنا بنسميه باللغة الإنجليزية جوندس، تمام؟ فلافي فيروس، توغا فيروس، وكورونا فيروس بالإضافة إلى الريو فيروس. من أول ملاحظة بنلاحظ إنه الأسماء اللي موجودة في الـ RNA فيروسز أكثر من الأسماء اللي موجودة في الـ DNA فيروس. ناخد فكرة سريعة عن كل واحد منهم من المجموعة. البيكورنا فيروس، وانا ذكرت قبل لحظات انه
بيكو معناها small، فهي it is the smallest of all RNA viruses، تحتوي على single stranded linear non segmented غير مجزأ، positive polarity يعني بيشتغل مباشرة كأنه mRNA، with naked icosahedral capsid، بيكو small RNA containing. There are two groups اللي هما الانتيروفيروس والراينو فيروس، واحد بيعمل اسهال من فوق واحد بيعمل اسهال من تحت، بمعنى انه الراينو فيروس من الانف لانه بيعمل الرشح تبع الانسان، والانتيروفيروس بيعمل اللي هو الاسهال الحقيقي اللي هو الدياريا. ومن ضمن الانتيروفيروسز مجموعه كبيره الحقيقه، البوليو فيروس، كوكساكي فيروس، ايكو فيروس، اند هيباتايتس اي فيروس. خدوا بالكم، البوليو قبل الفاكسين والكوكساكي والايكو فيروس كانوا اهم مسببات الفيرال مينينجايتس على الاطلاق في البشر. الان بعد اللقاح تبع البوليو فيروس بقي عندنا الكوكساكي فيروس والايكو فيروس من اهم مسببات التهاب السحايا او المينينجايتس عند الانسان، طبعا بالاضافه الى ما ذكرناه قبل قليل من اللي هو الهيباتايتس اي. اذا انتيرو فيروس وراينو فيروس. الكاليسي فيروس وايضا هي من النيكد فيروسز، وايضا بتسبب جاسترو انترايتس، ويمكن اشهر اسم في المجموعه الكاليسي فيروس حاجه اسمها نورولك فيروس. والنورولك فيروس كما هو موجود في البوكس هنا تم عزله في 1968 من براز لاطفال مدارس في منطقه اسمها نورولك، عشان سميها نورولك فيروس في اوهايو في الولايات المتحده، وهؤلاء الاطفال كانوا بيعانوا من جاسترو انترايتس. طبعا انتم عارفين الفيروسات اللي بتنتقل عبر الفيكال اورال يعني اكيد بتنتقل عن طريق الماء والغذاء الملوث، وهنا في الوطن العربي في كثير من الدول العربيه او على الاقل مدن في الدول العربيه الماء الصالح للشرب قد لا يكون متاح بشكل جيد، وممكن يكون في contamination من مصادر زراعية أو من مصادر بشرية لمصادر مياه الشرب، وبالتالي إمكانية انتقال مثل هذه الفيروسات بتكون مرتفعة للغاية. وللأسف أيضا في كثير من البلدان وكثير من الدول يعني لا يتم تشخيص هذه الفيروسات، وبالتالي الطبيب بيبني العلاج على البيست جس أو يعني على التخمين الأفضل، وقد للأسف يضطر لإعطاء مضادات حيوية بدون داعي. لذلك أنا بقول من المهم جدا أنه يكون في diagnostic services للفيروسز في كل المختبرات الحكومية حتى نقلل من الحاجة لاستخدام غير مبرر للمضادات الحيوية. مرة أخرى الباثوجينز اللي بيتبعوا الكاليسي فيروس هم النورولك فيروس والهيباتيتس اي فيروس. شوفوا كم هيباتيتس مر معنا من اول الفصل او من اول الدوره، هيباتيتس بي وسي وقبل لحظات اي، والان عندنا هيباتيتس اي ايضا، طبعا دي مر معنا كمان صحيح هيباتيتس دلتا. اذا خمسه هيباتيتس مروا معنا لحد هذه اللحظه. التصنيف الحديث للهيباتيتس اي فيروس نقل الى جينس جديد سموه هيبي فيروس. اذا الكاليسي فيروس بقي تحتها اللي هو النورولك فيروس، والهيباتيتس اي انتقلت الى تصنيف ضمن حاجه اسمها هيبي فيروس. الريو فيروس، الريو فيروس برضو عبارة عفوا عبارة عن أكرونيم، أنا محدده هنا في المنطقة بالخط المائل، أول حرف اللي هو الار، وانتريك وأورفان. أورفان معناها يتيم، يتيم بمعنى أنه عزل هذا الفيروس من الجهاز التنفسي ومن الامعاء، وفي ذاك الوقت لم يكن معروف له ديزيز فسموه يتيم، يعني وكانه يعني ما له اي من الامراض الفيروسيه. لكن بعد فتره عرفنا انه في سلاله او في فيروس اسمه روتا فيروس بينتمي الى الريو فيروس وبسبب دياريا
خاصة في اللي هم الرضع، الانفانتس اللي هم الرضع. طبعا الريو فيروس هو الاستثناء الوحيد في الار ان اي فيروسز، من حيث انه هو دوبل ستراند، ومن حيث انه هو سيجمنتد، يعني في عندنا استثنائين في الريو فيروس، مرة أخرى انه دوبل ستراند وانه سيجمنت. الفلافي فيروس أمثلة على المجموعة، اليلو فيفر فيروس، وأكيد من اسمه يعني صرتوا عارفين إنه الحمى الصفراء، دينج فيفر حمى الضنك، أعتقد موجودة في السعودية وفي اليمن من دولنا العربية، أعتقد العراق أيضا، يمكن باكستان، الفلبين، الدول اللي فيها البعوض ممكن ينتقل فيها الدينج فيفر، في الهند أيضا موجود بشكل كبير. الويست نايل فيروس، مع انه المفروض من مسماه انه حمى النيل الغربي، الا انه الكلايمت تشينج ادى الى تغيير في بيئات والمناخ في مناطق مختلفه، فاصبحنا نجد الويست نايل فيروس كديزيز، لانه الفيكتور اللي هي البعوض اصبحت موجوده في اماكن مختلفه، فاصبح المرض ايضا موجود في اماكن مختلفه. وهذه النقطه كان زمان قبل 50 100 سنه كنا نقول في فواصل جغرافية بتحد من انتقال بعض الأمراض، لكن مع سهولة السفر والتغيرات المناخية والعولمة، وأقصد هنا بالعولمة مش العولمة السياسية وإنما العولمة الاقتصادية أيضا، يعني اليوم أنت بتاكل قطعة شوكولاتة مثلا مستوردة من تركيا، هذه القطعة يكون الكاكاو مستورد من دولة أفريقية، القمح من روسيا أو من أوكرانيا، البينات بتر من السودان، يعني السكر من البرازيل، فبالتالي انت عندك 10 منتجات تم خلطها في منتج واحد ومن ثم توزيعها على الكل، فلو صار خلل في هذا المنتج من اي من المكونات الرئيسية يعني ممكن ينتقل الى كل دول العالم. واعتقد انه فيروس كورونا اللي وقف العالم على ساق واحدة في الاعوام الماضية خير دليل على انه لم تعد الجغرافيا حاجزا يعني بين الامراض المختلفه. اذا امراض خطيره جدا ضمن الفلافي فيروس او الفيروسات الصفراء، اليلو فيفر فيروس، دينج فيروس او دينجي فيروس، ويست نايل فيروس، هيباتيتس سي فيروس، وهو عباره عن سنجل ستراندد لينير نون سيجمنتد بوزيتيف بولاريتي. توجا فيروس، التوجا فيروس في منها مجموعتين في الهيومن باثوجين، الالفا فيروسز والروبي فيروس. الالفا فيروس تشمل الايسترن والويسترن انسيفالايتس فيروسز، طبعا كلمه انسيفالايتس الالتهاب الدماغ، يعني في عندنا حاجه اسمها ايسترن انسيفالايتس فيروسز وفي عندنا حاجه اسمها ويسترن انسيفالايتس فيروس، تابعين لمجموعه التوجا فيروس. الروبي فيروس جروب بتحتوي فقط على الروبيلا، والروبيلا تعرف الحصبه الالمانيه، اذا الحصبه الالمانيه تنتمي الى التوجا فيروس. يبدو انه في كان المفروض يكون في صوره في اللوحه هذه مفقوده، بس بتتكلم عن طفل مصاب ب اللي هو الجيرمان ميسل، وبتبين الماكيلو بابولار راش او الطفح الجلدي اللي بينصاب فيه الطفل. المرض كان يسموه زمان 3 داي ميسلز، لانه الراش بيقعد تقريبا او ات لاست فور اونلي 3 دايز، 3 دايز ميسلز. الروبيلا عباره عن ريسبيراتوري فايرال انفكشن، بتتميز بالمايلد ريسبيراتوري سيمتومز ولو جريد فيفر، يعني درجه حراره مرتفعه لكن بدرجه خفيفه، وبصير فيها ماكيولو بابولار راش بيستمر لمده 3 ايام كما ذكر. مشكله الروبيلا مش في الادلت، مشكله الروبيلا في الادلت الحامل، يعني لما سيده تكون حامل وتصاب بالروبيلا او الجيرمن مثل، للاسف يعني بصير في عندها تشوهات خلقيه في الجنين خاصه في الشهور الاولى من الحمل. فبالتالي في الوطن العربي إذا معنا أخوات يعني في المجموعة الآن بيسمعونا، في المدرسة الإعدادية أخذت لقاح، هذا اللقاح هو عبارة عن الروبيلا، لأنه في الوطن العربي سن الزواج بيبدأ من سن مبكرة،
قد يبدأ من الإعدادية في بعض المناطق، تمام، وبالتالي يعني ممكن يصير ما دام يصير زواج ممكن يصير حمل في هذا السن، وبالتالي من الأسلم إعطاء جرعة داعمة للطالبات في المدرسة للوقاية من اللي هو الإصابة بالجرم المثل، مش عشان هم، عشان لو صار في حمل ما يتأثروا الأجنة ويصير عندهم عيوب خلقية. زي ما ذكرت اللي هو البيرث ديفكتس اللي هي العيوب الخلقية زي الديفنس، المشاكل في العين، هارت ديفكتس اللي هو خلل في القلب، مينتال ريتارديشن وهي يعني الخشية الكبرى اللي هو التخلف العقلي، والليفر اند سبلين دامج بتشكل حوالي 20% فرصة إنه يصير ضرر للجنين إذا كان حدث أثناء اللي هو الإصابة في الحمل. طبعا الفاكسين المستخدم للوقاية من الروبيلا بيندرج تحت الـ MMR، والـ MMR هو ميسلز مامس روبيلا. ميسلز اللي هي الحصبة العادية، المامس اللي هو احنا بنسميه التهاب الغدة النكفية، أو في بعرف بنطلق عليه فلسطيني في العاميه ابو داج، لانه بينتفخ الاوداج تبعت الشخص. وطبعا الار هي الروبيلا، اذا ميسلز مامس اند روبيلا. الام ام ار بيعطى بعد 12 ل 15 شهر ومش قبل، لانه وهذا النقطه بدنا نحاول نتكلم عنها، ربما تكون مقدمه جيده لمحاضره لاحقه اللي هي الفاكسينز اللي انا وعدتكم بها ان شاء الله، اللي هي الفيرال فاكسين. انه اختيارنا للتوقيت لاعطاء اللقاحات هو مش اختيار عشوائي ولا مبني على يعني مزاجيه معينه، وانما مبني على دراسات. الاطفال غالبا بيكون بياخذوا من امهاتهم اي جي جي بكميه كبيره في الحمل، وبالتالي بيكونوا بروتكتد. الان لو انا اعطيته فاكسين في اول شهر عنده هو اميونوجلوبولين انتي بودي، والفاكسين عباره عن فيروس، الفيروس انتيجين، وبالتالي الانتي بودي بيرتبط بالانتيجين وبيعمل له نيوتراليزيشن، وبالتالي بيقلل من فعاليه اللي هو الفاكسين. لكن بعد مرور 12 شهر غالبا بيخف هذا الانتي بودي، بيقل، وبالتالي يمكن الان في هذه الحاله اعطاء الفاكسين وبدون ان يؤثر على وجود انتي بودي. اذا بعد 12 ل 15 شهر وجرعه داعمه بعد 4 الى 6 سنوات، غالبا قبل الروضه او اللي بنسميها الحضانه او اللي هو الصف الاول في المدرسه، حسب طبعا الدول عندها جداول وطنيه للتطعيمات، كل دوله ممكن تكون مختلفه عن الثانيه، لكن في الغالب بيكون جدولها مبني على منظمة الصحة العالمية، ممكن تضيف ممكن تحذف بحسب إمكانياتها أو قدراتها أو حسب الأمراض المنتشرة عندها، أو زي ما ذكرت ممكن بعض الدول يكون عندها المستوى المعيشي مرتفع وبالتالي تستطيع شراء أنواع من اللقاحات، دولة أخرى غير قادرة على توفيرها. لأنه أنا بتكلم عن لقاح سيعطى لكل مولود، عندما نتحدث عن دولة يولد بها مثلاً 100,000 شخص بالعام أو 1,000,000 شخص بالعام أو أكثر، فنتحدث عن تكلفة مرتفعة، وبالتالي اتخاذ قرار بإدخال لقاح يجب أن يكون قرار مدروس مبني على بيانات يعني علمية دقيقة حتى يعني نعطي أولوية للقاحات. وبدي أعطي مثال هنا عشان التوضيح، لأنه بعض الأحيان بالفعل بيتم اتخاذ قرارات سيئة في هذا الجانب. أدخل في احد الدول لقاح لبكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيمونيا، واسم اللقاح بي سي في نيموكوكال كونجوجيتد فاكسين. الان احد الدارسين اراد انه يعمل دراسه ويشوف تاثير اللقاح، هل قلل من الاصابه بالستريبتوكوكس نيمونيا ولا لم يقلل بالاصابه. عندما ذهب للحصول على معلومات من المستشفيات وجد انه ما كان اصلا في سجلات المستشفيات اي اصابات بالستريبتوكوكس نيمونيا، يعني اللقاح اعطي دونما ان يكون هناك اصلا بيانات تفيد بانه هذا المرض منتشر او موجود او بشكل خطوره او بشكل خساره كبيره
في اللي هو هذه الدولة. نتحدث عن قرار غير مدروس، ربما يكون قرار صحيح لكنه غير مدروس وغير مبني على بيانات حقيقية. الفيروس الخامس في السلسلة اللي هو الريترو فيروسز، طبعا كلكم بتعرفوا الريترو فيروسز، واشهر مثال عليها اللي هو ال HIV او الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس. ريترو معناها الى الخلف يا جماعه، الى الخلف. ليش المقصود هنا الخلف؟ احنا بنعرف انه السنترال دوغما او الفلو اوف انفورميشن بيكون من الدي ان اي للار ان اي للبروتين. دي ان اي بفعل الترانسكريبشن وبعدين الترانسليشن. هذا الفيروس يعني اخلف القاعده المعروفه، لكنها بتحول من ار ان اي الى دي ان اي، يعني يعود الى الخلف، ومن هنا سمي بالريترو فيروس. في اثنين ميديكالي امبورتنت جروب في الريترو فيروسز، الاونكو فيروس، ومن اسمها اونكو يعني سرطانيه. اذا بدكم تعرفوا انه هناك مجموعه كبيره من الفيروسات بتسبب سرطانات للانسان. قبل عده سنوات كان في عندنا يوم دراسي بعنوان يعني السرطان في فلسطين، وانا عملت عرض تقديمي ومحاضره تقديميه في هذا اليوم الدراسي حول الامراض الميكروبي او نسب الاصابه بالسرطانات الناجمه عن الامراض الميكروبيه، يعني البكتيريا، عن الفيروسات وعن الطفيليات. فمن خلال بحثي انا في الليترتشر وقراءتي للابحاث المتوفره ومنشوره، تقريبا 20% من عدد حالات السرطان في العالم ناتجة عن ميكروبات. تقريبا 100% من سرطانة المعدة هي من هيليكوباكتر بايلوري. نسبة كبيرة من سرطانات الكبد هي ناتجة عن الفيروس هيباتيتس سي وهيباتيتس بي. فبالتالي إذا نكون عارفين أنه طبعا في كمان أنواع من اللوكيميا زي اللي هي أمامنا زي الأونكو فيروسز، زي الهيومن تي سيل لوكيميا فيروس او اتش تي ال في، في عندنا اتش تي ال في 1 وفي عندنا اتش تي ال في 2. المجموعه الثانيه هي اللينتي فيروسز او السلو فيروس جروب، وبتشمل قلنا الاتش اي في وبعض الانيمال باثوجينز زي الفيسنا فيروس. اذا الريترو فيروس تشكل نوعين متضادين من الفيروسات، نوع بيخلد الخلايا، كلمة بيخلد يعني يجعلها خالدة، وتعرفين الكانسر سيل هي خلية لا تموت، يعني الموت تبعها طالما توفرت لها الغذاء ووفرت لها انك تشيل عنها النفايات تبعتها، فهي من ناحية نظرية immortal cell. يبقى الانكو فيروس جروب من الريترو فيروس بتطيل عمر الخلايا، بينما الانتي فيروس اللي هو الاتش اي في بيقتل الخلايا وبيضعف طبعا جهاز المناعة. في ثيرد جروب بسموها سبيوما فيروس، لكن الاهميه تبعتها مش سيجنيفيكانت في الانسان. الاورثو مويوكسو فيروسز قلنا عنها مويوكسو ريفير تو ذا افينيتي اوف ذيس فيروسز فور ميوسينز، يعني المصطلح بيشير الى محبه هذه الفيروسات للالتصاق بالمخاط، واورثو فقط تم اضافتها حتى نميزه عن النوع الثاني من الفيروسات اللي برضه بتحب الميوسين اللي هي البارامينوكسي فيروس. الانفلونزا فيروس بانواعها الثلاث A, B, C هي المين هيومن باثوجين في هذه المجموعه. البارامينوكسي فيروس طبعا انا ذكرت لكم انه هي مجموعه او نعم مجموعه مهمه جدا من الفيروسات، مثلا تحتوي على الحصبه. والحصبة يا جماعة من الأمراض أيضا تقريبا اللي تم القضاء عليها. يمكن البعض منكم لاحظ في الآونة الأخيرة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى أكثر من أعتقد حتى كمان على الانستغرام، في بيطلع معك بيطلع يعني نوع من الإعلانات حول الميسلز. العالم الآن يعني بعد ما احنا شبه قضينا على الميسلز صار عندنا مشكلة جديدة في فكر الناس. الامريكان والاوروبيين قال لك انا ليش اعطي ابنائي لقاح للميسلز وانا في امريكا مش عندي ميسلز.
هم فكروا ان الميسلز مش موجوده في امريكا لانه امريكا نظيفه ولأن امريكا متطوره ولأن امريكا فيها طب مرتفع. بطلوا حاسين باهميه اللي هو الفاكسين، وصار في يعني مجموعات اللي دائما اصحاب نظريه المؤامره بانه الفاكسينز بتسبب امراض. وكان في واحد يعني بريطاني اعتقد نشر بحث وقال انه اللقاحات بتسبب مرض التوحد في البحث تبعه. وهذا البحث تم التقاطه من قبل الاعلام ومن قبل هذه المجموعات، وتم يعني عمل بروباغندا كبيره ضد اللي هو الفاكسينيشن. فكثير من الاهل توقفوا عن يعني تطعيم ابنائهم للتطعيمات الرئيسيه زي اللي هو الام ام ار اللي احنا حكينا عنه. الان في 2004 في 2005 في امريكا صار في عندهم اوت بريك في الميسلز. الان الاوت بريك هذا نتج عن ايش؟ الان نتج عن انه انخفضت نسب الناس المطاعمه. كلمه انخفضت نسب الناس المطاعمه هذا موضوع خطير. انتم بتعرفوا ايام الكورونا فيروس كان فيه حديث عن انه عشان نحصل مناعه القطيع او ما يعرف بمناعه المجتمع، تمام، لابد انه نطعم 70% من المجتمع. طبعا رقم 70% مش برضو رقم عشوائي. ولما اقول انا لمرض الميسلز عشان اقدر اوفر مناعة قطيع او مناعة مجتمع للميسلز، انا محتاج انه 95% من المجتمع انه يكون مطاعم. يبقى الرقم 95 و70 فرق كبير بينهم. ما الذي جعلنا نتكلم عن 95 وعن اللي هو 70%؟ في حاجة اسمها reproductive number. reproductive number أو R not. R not يعني برمز لها بحرف الـ R zero. وإيش معناها الـ R not هذه أو reproductive number؟ شخص زي هذا الطفل اللي قدامنا، نفترض أنه مصاب بالميسلز، لو راع على المدرسة وعاش حياة طبيعية، وبالمقارن واحد معاه كورونا نفس القصة، عاش حياة طبيعية وراع على المدرسة واحتك بالناس، كم واحد ممكن ينعدي من مريض الحصبة ومن مريض اللي هو الكورونا؟ مريض الحصبة يا جماعة أعلى نسبة reproductive number في كل الفيروسات على وجه الأرض هي للميسلز، حوالي 18 واحد. يعني شخص واحد ممكن ينقل الديزيز كديزيز، مش ينقل بس المرض كعدوى، كديزيز ل 18 شخص. فبيسموها الميسلز Queen of Viruses، يعني ملكة الفيروسات اللي هو Reproductive Number. إذن في علاقة ما بين Reproductive Number ومناعة القطيع، قديش أنا أطعم من المجتمع حتى أحصل على مناعة القطيع. الآن نزلت التغطية من 95% إلى 85% في الولايات المتحدة، حدث تفشي. حدث تفشي أيضا في أوروبا، حدث تفشي في بعض الدول تمام الأخرى اللي تبنت نفس السياسة اللي هي التهاون في تطعيم الإجباري للميسلز. فالميسلز من الميكروبات الخطيرة، من الميكروبات اللي تاريخيا احنا عندنا مثل في فلسطين بيقول ما حياة إلا بعد حصبة. وأنا أقول لكم إيش يعني معنى المثل هذا الفلسطيني. يعني لا تحسب أو لا تعد أن هذا الطفل هو لك طفل حي إلا إذا أصيب بالحصبة ونجا. دلالة على أنه كثير من الأطفال كانوا يصابوا بالحصبة ويموتون. فبالتالي انت اوكي ممكن تنجب اطفال، لكن ما تعدهم مش انهم اطفالك الا اذا نجوا من اللي هو الحصبة. فالحصبة مرض خطير للغاية، والتطعيم كان له اثر كبير جدا في خفض عدد الاصابات وخفض عدد الوفيات من هذا الدزيز. الممس برضو من الامراض الخطيرة اللي ممكن تؤدي الى مش اصابة بس في الغدة النكافية وانما ايضا في الخصية، وإذا أصابت الخصيتين للأسف الشخص هذا غالبا بيتوقف عن الإنجاب أو بصير عنده طبعا أخذ. البارا إنفلونزا واحدة من مسببات برضو التهابات الجهاز التنفسي، والريسبيراتوري سينسيتيال فيروس أو الجهاز التنفسي المخلوي اللي انتشر أيضا قلنا في شهر يناير الماضي بشكل كبير في جمهورية مصر العربية وفي فلسطين أيضا كان منتشر بشكل كبير. هذا الطفل اللي قدامكم يعني صورته بتوضح انه في عنده انتفاخ
في الرقبه ناتج عن اللي هو الباراتويد سلايفري جلاند او التهاب الغده اللعابيه والنخاعيه. هذه صوره لجلد طفل مصاب براش لا اللي هو الميسلز، ولاحظوا ايش مكتوب تحت اخر كلمتين، مكتوب عنها highly contagious، وكلمه contagious يعني كلمه اشد قسوه من كلمه infectious، لانه كلمه contagious تعطي ايحاء بانه نسبه العدوى بتكون مرتفعه للغايه. كما ذكرت انا قبل قليل انه الميسلز هي الكوين اوف فيروسز بالنسبه اللي هو لموضوع هذا العدوى. الرابدو فيروس في عنا يعني صورة بتوضح شكل اللي هو، طبعا هذه السهم للأسف يعني خارج عن النطاق، هي المنطقة هاي اللي فيها الفيروسات تحت الإلكترون مايكروسكوب، وفي عند الإلكترون مايكروسكوب هان اسمه تيم ترانسميشن إلكترون مايكروغراف. الآن هتشوفوا في حياتكم كتحاليل طبية أو كعاملين في المجال الطبي نوعين من الصور في الالكترون مايكروسكوب، حاجه بنسميها تن، حاجه بنسميها سم. سم بدل التي بيكون حرف الاس. طبعا الرمز هي لسكاننج الكترون مايكروجراف، وهذه ترانزميشن الكترون مايكروجراف. للترانزميشن بيعطي صوره مقطعيه، والسكاننج بيعطي صوره خارجيه للتركيب اللي احنا بندرسه في الالكترون مايكروسكوب. الرابدو فيروس اخطر فيروس على وجه الارض من ناحيه اللي هو نسب الوفيات. تخيلوا يا جماعه اذا ظهرت الاعراض للمرض لا يوجد علاج، وبالتالي من ظهرت عليه اعراض داء الكلب او السعار من البشر فانه محكوم عليه بالموت المحتوم. قبل عده سنوات نجت طفله يمكن عمرها 15 سنه، يمكن احتلت كل عناوين الصحف في العالم، لانه هذه كانت حادثه غريبه ان فتاه ظهر عليها اعراض الريبز ومع ذلك شفيت، فيمكن كانت هي اول حاله تمر بهذه القصه. فهو يعتبر 100% فيتاليتي ريت بعد ظهور الاعراض، لكن اذا تم التعامل مع المريض قبل ظهور الاعراض، بمعنى لو تعرض الإنسان لعضة من حيوان مصاب وتم تشخيص الحيوان المصاب بأنه عنده ريبز، وأعطي المريض الفاكسين وأعطي الإميونوجلوبولين، إميونوجلوبولين يعني أجسام مضادة جاهزة، بنعطي هذا مثال رائع جدا على post exposure immunization. إيش يعني post exposure immunization؟ يعني تمنيع او تحصين او تطعيم او تلقيح بعد التعرض. احنا غالبا بناخذ اللقاحات متى؟ ناخذها قبل ما نصاب بالمرض، يعني واحنا مثلا اطفال بناخذ اللي هو اللقاح، لكن هنا يمكن اعطاء لقاح بعد اللي هو التعرض. وفي نفس الوقت بنعطي ايمينوجلوبولين. طب احنا قاعدين نتكلم يعني وكانوا بنناقض انفسنا. ايمينوجلوبولين يعني انتي بودي، واللقاح يعني الفيروس. كيف نعطي الفيروس واللقاح مع بعض؟ هذا ايضا كمان اللي بنسميه احنا اكتيف باسيف ايمونايزيشن، يعني الاثنين مع بعض، وبوست اكسبوجر يعني كل العمليه فيها تعقيد. ناخذ واحده واحده نفكفكهم. اعطائنا الانتي بودي في مكان العضه، مكان الاصابه، وين الانسان تعرض ل عضة الحيوان المصاب، تمام؟ بنعطيه اميونوجلوبولين عسى انه نقلل من امكانيه دخول الفيروس الى الخلايا، يعني بنعمل نيوتراليزيشن لمين؟ للفيروس. ولانه الانكيوبيشن بيريود نوعا ما طويله، فانا ممكن اعطي الفاكسين فاعطي الجسم قدره على انه يكون اجسام مضاده للفيروس قبل ما الفيروس نفسه يتكاثر داخل الجسم. ففي هذه الحالة بيكون الجسم مستعد، تمام، الاستعداد للتعامل مع الفيروس لو صار في ارتباط. إذا active passive immunization وحاجة اسمها post exposure immunization في الرابدو فيروس. الفيلو فيروس كما ذكرت معناها خيطية، وكلمة thread معناها
خيطي غالبا بتكون لونج فيلامنتس هايلي بليومورفيك، يعني متعدد الاشكال والاحجام، ممكن السايز تبعها يصل الى 80 نانومتر ان دايمتر، لكن thousands of nanometer long، بمعنى انه يصل لاكثر من ميكرون او 2 ميكرون في الطول، يعني السماكه صغيره والطول. صفه الخيط من اشهر الباثوجينز على وجه الارض في الفيلو فيروسز اللي هم الايبولا فيروس والماربورغ فيروس. ولو عملت سمبل سيرش على ماربورغ فيروس وايبولا فيروس هتلاقوا انه الايبولا موجود في افريقيا وماربورغ تم عزله في المانيا من مجموعه من العلماء اللي كانوا بيشتغلوا على بعض القرود المأخوذه من افريقيا. ففي قرابه او في تشابه كبير بين ايبولا وبين اللي هو ماربورغ فيروس. كلاهما بيعملوا هيموراجيك فيفر، حمى نسيه. هذه الحمى النسيه من يعني من اصعب الامراض اللي ممكن يواجهها الانسان، وليترالي حرفيا يعني المريض بينزف من كل مكان، من عينيه، من اذنيه، من فمه، من داخليا، يعني كل جسمه تقريبا بيتعرض لاذى كبير، وحالات الوفيات فيها مرتفعه. في البدايه كانت تقريبا 100%، لكن مع التعامل الطبي وزيادة عدد الحالات انخفض تقريبا ل 52 او 53% نسبة الوفيات. برضه يعني عدد مرتفع جدا، يعني الانسان اللي بينصاب يا بيموت يا بيموتش، واحد من الاثنين يعني. يعني 50% probability، هذا رقم مرتفع للخطر. الكورونا فيروس، طبعا الكورونا فيروس اعتقد انه ما فيش حدا في على كوكب الارض الان بيعرفش الكورونا فيروس، سواء كان يعمل في مجال الطب او في غير الطب بيعرف اللي هو الكورونا، وبيعرف انه شكلها شكل الفيروس اللي امامنا هو اللي اعطى الاسم للفيروس اللي هو الكراون. الكراون يعني تاج، والتاج اخذ الانطباع تحت الالكترونيكروسكوب من هذه الجلايكوبروتين عامله زي اللي هو الكراون. طبعا كنا في السابق نعرف اربع سلالات، هذه الاربع سلالات من الكورونا فيروس بتسبب الرشح، يعني من فيروسات الرشح. بعدين في 2001 طلع عندنا سلاله سميناها سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم او سارس، طلعت في هونغ كونغ والصين، وعلى مدار عام ونص تم احتوائها تماما. في العام 2012 ظهر عندنا سلاله في الشرق الاوسط في السعوديه تحديدا، وسميناها ميرس كوفي او ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس، وقالوا انها تنتقل عن طريق الجمال. نسبه الوفيات فيها بلغت حوالي 35%، لكن لحسن الحظ الانتشار تبعها بطيء ومش سريع. صحيح اتوزعت على دول كثيره، لكن عدد الحالات لحد هذه اللحظه عدد محدود، بينما اجى كوفيد 19 في 2019 وانتشر من مدينه ووهان في الصين وغطى طبعا كوكب الارض. وعلى يعني كان في من اجمل التعبيرات اللي انا حتى وضعتها مره على منشور على صفحتي، انه علم العالم هو الكمامه وليس اعلام منظمه الصحه العالميه. الارينا فيروس اللي امبارح احمد سال عن الريبوزومز تبعته، اللي هي النون فانكشنال ريبوزومز اللي حكينا عنها. في عندنا نوعين من الارينا فيروسز هيومن باثوجين، حاجة اسمها lymphocytic chorioamnionitis virus LCV، وحاجة اسمها Lassa fever virus، برضو هذا فيروس خطير للغاية بيعمل hemorrhagic fever. البانيا فيروس، بانيا جاي من بانيا مويرا. بانيا مويرا هي مكان في أفريقيا أول مرة عزل منه الفيروس، فسموا الفيروس بانيا فيروس، هو من منطقة بانيا مويرا. بعض البانيا فيروسز بيحتوي على حاجه اسمها امبيسنس ار ان اي ان ذير جينوم. كلمه امبيسنس احنا ما ذكرناها بالمره لما تحدثنا عن اللي هو الريبليكيشن اوف فيروسز. الامبيسنس هي عباره عن ار ان اي فيروسز، الجينوم تبعها ار ان اي، لكن بيحتوي جزئيا بوزيتيف ستراند وجزئيا نيجاتيف
ستراند، يعني لا هي بوزيتيف كومبليت ولا هي نيجاتيف، هي سنجل ستراند لكن جزء منه بيكون زي ما ذكرت بوزيتيف سنس والاخر نيجاتيف سنس. من الفيروسات اللي بتنتمي لهذه المجموعه هو الانسفالايتس فيروسز، فيبر فيروسز زي الكوريان هيموراجيك فيبر والهانتا فيروس والسينومبري فيروس. ايضا كمان هذول فيروسات خطيره للغايه، يعني البانيا فيروسز من الفيروسات الخطيره والمميته، واللي يعتقد انه ايضا يعني قد تكون انتقلت من حيوانات للانسان. الدلتا فيروس انا اعتقد انه غطيته اكثر من مره لما تكلمت عن الديفكتيف فيروس اللي هو هيباتايتس دلتا فيروس اللي بيتطلب وجود هيباتايتس بي فور ريبرودكشن وعنده ميسنج يعني جينز بياخذها او بياخذ او بيعوض هذه الميسنج جين في وجود الهيباتايتس بي. وذكرت لكم انا معلومه مهمه، قلت لكم انه اذا شخصنا مريض انه عنده هيباتايتس دلتا فبالتاكيد هذا المريض مصاب بلا شك مصاب بهيباتايتس بي، لكن مش كل المصابين بهيباتايتس بي عندهم دي. مره اخرى، كل المصابين بدلتا فيروس عندهم بي فيروس، ولكن مش كل المصابين ببي فيروس عندهم دلتا فيروس. هذا تقريبا تلخيص للي هم الار ان اي فيروسز. نمر عليهم مرور سريع ايضا: بكورونا فيروس، كاليسي فيروس، ريو فيروس، لافي فيروسز، توغا فيروس، ريترو فيروس، اورثوميوكسي فيروس، باراميوكسي فيروس، رابدو فيروس، وفيلو فيروس. كورونا فيروس، أرينا فيروس، بانيا فيروس، and دلتا فيروس. هيك احنا تقريبا بنكون غطينا يعني سمري محترم للفيروسات. نعمل انه بالفعل يعني انه هذه المحاضرة تشكل لنا نوع من المراجعة او الريفيجن، وبعض يعني المعلومات اللي تساعدنا في مجال الفيرولوجي ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا بروفيسور. بتحب نفتح باب الأسئلة؟ سؤالين ثلاثة فقط يا أحمد، الله يرضى عليك. خلاص تمام سؤالين ثلاثة. جماعة اللي عنده أسئلة يفتح المايك ويسأل، توكلوا على الله. خلينا مين عنده سؤال يتوكل على الله. السلام دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. سؤال: ما هو العامل اللي يحدد مدة تواجد اللقاح في عامل في داخل الجسم؟ يعني اللقاح، اكو لقاحات هي long term immunity توفر و short term immunity. احيانا المسافر يعطونا لقاح لمدة 3 اشهر، شنو الشيء اللي يحدد انه هذا اللقاح راح يبقى 3 اشهر في داخل الجسم؟ انا عملت مقاله باللغه العربيه قبل فتره، لماذا لا يوجد اصلا لقاح لكل الممرضات على كوكب الارض؟ ليش ما فيش لقاحات لكل الميكروبات؟ هذا السؤال انا بدي اطرحه وبدي احاول انه نجيب عليه، لعلنا نجيب على كثير من الاسئله اللي بتدور في ذهن الناس. بدنا بس بعد اذن حضرتك اللي فتح المايك يسكره عشان انه ما يصير عندنا صدى صوت. اميره تمام. اول شيء بدنا نتكلم عن الانتيجين اللي موجود على السيرفيس تبع الميكروب او الباثوجين. انتوا بتعرفوا لما درستوا مناعه بتعرفوا انه الانتيجينات السترينج تبعها او الاميونوجينيس تبعتها مختلفه، بمعنى في منها ممكن يحفز جهاز المناعه بشكل كبير جدا، في بشكل متوسط، في بشكل ضئيل، في لا يحفز جهاز المناعه، يعني بسموه نون اميونوجين، زي بعض البوليساكرايد اللي موجود على بعض انواع من اللي هو البكتيريا. اذا في اختلاف موجود يخص الباثوجين نفسه، انه قد يكون غير قادر على تحفيز جهاز المناعه اما البتة او بشكل كافي انه يعطي اميونيتي لوقت بعيد. والعكس صحيح طبعا، في عندنا انتيجينات ممكن تكون ذات تاثير قوي جدا وبالتالي اتحفز. نوع الفاكسين هل هو كيلد ولا لايف؟ وهذا الكلام هتطرق له ان شاء الله برضه في محاضره الفاكسين. الان الكيلد فاكسين
زي مثلا مين من الكلب فاكسين عندنا احنا مشهور عندنا الريبز فيروس. الريبز فيروس على سبيل المثال هو كلد فاكسين، بمعنى انه بعطيش انا لايف فيروس، بعطي فيروس ميت. هذا الكلد فاكسين بيحفز ايش في الجسم؟ بيحفز انتاج الاجسام المضاده، لكن لا يحفز السيل ميدييتد اميونيتي. ونرجع للاجسام المضاده، يحفز فقط الاي جي ام والاي جي جي، ولا يحفز الاي جي اي. الاي جي اي اللي هو اللي احنا بنسميه سوليوبل انتي بودي، اللي بينتقل من الدم الى الافرازات زي اللعاب زي المخاط، فبالتالي ببطن اللي هو المناطق اللي ممكن يدخل منها هذا الفيروس. اذا في عوامل مرتبطه بالميكروب وفي عوامل مرتبطه بطبيعه تعاملنا مع هذا الميكروب، هل هو لايف ولا فراجمنت يعني قطعه صغيره ولا كيل هول. وبالتالي يعني الاستجابه المناعيه مرتبطه بالاميونوجينيسيتي للمركبات. ويمكن العلم تحسن شوية في هذا المجال، صرنا نعمل حاجة اسمها conjugated vaccine عشان نزيد من ردة الفعل المناعية بشكل أفضل. الآن صار لنا في موجة كورونا استخدمنا الـ RNA vaccines، احنا استخدمنا فقط مادة RNA بدل اللي هو الفيروس. فأنا بتوقع أنه ممكن بعد فترة يعني يكون عندنا بريك ثرو او اختراق يمكننا من اطاله عمر اللي هو المناعه المتحصله او المتاتيه من اللقاح. جزاك الله خير دكتور. اللي عنده سؤال يا جماعه يتفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. سؤالي عن الهربس فيروس، يعني هو عنده فتره لاتنت، يعني اللاتنت هذا اللي بيديرها الفيروس بيكون في جهاز العصبي او اي جهاز اخر في الجسم؟ بالنسبه للهربس سيمبلكس تايب 1 وتايب 2 والفاريسيلا زوستر، نعم الثلاثه بيختبئوا في اللي هو النيرف. طبعا الهربس سيمبلكس تايب 1 بيختبئ في الترايجيمينال نيرف، الهربس سيمبلكس تايب 2 بيختبئ بالساكرال نيرف، والفاريسيلا زوستر ممكن في الثوراسيك نيرف. وبالتالي الأماكن اللي بيختلف فيها الفيروس مختلفة، لكن يمكن من المناسب أنه كمان نعطي معلومة مهمة متعلقة ب الانسايتنج فاكتورز اللي هي العوامل المحفزة على الري اكتيفيشن. مش هو ليتنت، ليش ما يضله ساكت؟ ليش ما يضله ليتنت؟ ما الذي يجعله بيتحفز من جديد؟ في عاملين مهمين احنا على الأقل عرفناهم، يعني اللي هو الجفاف مثلا في الهربس سيمبلكس تايب 1، لو كان يوم حار والانسان تعرض للشمس لفتره طويله ثاني يوم بنلاقي انه بدا يطلع له اللي هو الهربس سيمبلكس. فالحراره والجفاف عامل من العوامل. العامل الثاني اللي هو المناعه تبعت الانسان، لما بصير فيه ديفكت خاصه في السيل ميدييتد اميونيتي غالبا هذه الفيروسات بصير لها اكتيفيشن. مره اخرى الطريقة أو الميكانيزم by which they sense، يعني من خلالها بيقدروا كيف يستشعروا، مش كتير مفهومة، لكن الملاحظ إنه في عوامل بتساعد هذه الفيروسات على إنها تعمل reactivation مرة. دكتور تفضل. عزيزي دكتور، دكتور ولو يعني أيهما أصعب بالعلاج، الإصابة البكتيرية أم الإصابة الفيروسية؟ وهذا بصورة عامة يعني بنظرك، وأيهما أصعب، الإصابة الفيروسية أم البكتيرية؟ السؤال صعب. أقول لك صعب دائما، يعني لو إحنا بدنا نجاوب إجابة يعني دبلوماسية بنقول إنه كثير من الفيروسات سيلف ليميتد، بمعنى إنه بتخف لحالها كثير من الإصابات. لكن أيضا هناك أنواع من الإصابات الفيروسية قاتلة، وبالتالي علاج الالتهابات الفيروسية من الناحية الكيميائية إنه أنا أخلص على الفيروس هي أصعب مليون مرة من البكتيريا، أصعب مليون مرة من البكتيريا، لأنه الأنتي بكتيريا اللي هم الأنتي بايوتكس تأثيرها على البكتيريا بيكون إما إيقاف نشاط تام أو قتل للبكتيريا. بينما في الفيروسات ما معيناش أنتي فيرال
ذا كفاءة تقارن بالأنتيبيوتيك ضد البكتيريا. كل ما نستطيع فعله هو انترفيرنس، إبطاء. تمام، فيش يمكن النجاح الوحيد إلنا مع الفيروسات هو كان في هيباتايتس سي، والهيباتايتس سي بالفعل نجح في التخلص التام من هيباتايتس سي. إذا الإجابة الحقيقة صعب التعميم فيها أخي الكريم، لكن من الناحية الكيميائية لا، الأنتيبيوتيك أفضل على البكتيريا من الأنتي فيرال على الفيروس. شكرا دكتور، ممنون. كمان سؤال يا جماعة. أنا عندي سؤال، تفضل يا جماعة. دكتور، في ليبيا فترة من الفترات في كبار السن يعني انصابوا بالجدري، لأن زمان ما في تطعيمات بالجدري، انصابوا بالعمى، فهل هو يعني من أعراض الأساسية أن يضرب شبكية العين؟ تتكلم عن الجدر العادي، الجدر اللي هو السمول بوكس. جدري. قبل كم سنة هذا الكلام؟ يعني قديم، قبل التسعينات. لا، قبل يعني انا اؤكد لك انه اخر حاله عالميه تم تسجيلها كانت في 1979. فاذا كان الاشخاص هذولا اصيبوا قبل ذلك، نعم، كثير من مرضى الجدري الذين نشوفهم من مرضى الجدري فقدوا الابصار عندهم، لانه اللي بيتظهر على الجلد ايضا ممكن تصيب العين، فبالتالي بيفقد البصر. نعم، جزاك الله خير. في حد عنده سؤال اخير قبل ما نسكر؟ خلص الدكتور، هيك نكتفي. دكتور احمد، انت ما اعطتناش امبارح المحاضره المسجله. انا نشرت يا دكتور للزملاء على التليجرام عشان اول باول.